والمزيد من المتابعة، ينضم إلينا من بغداد السيد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية. سيد أحمد، أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، هل تسمعني؟ نعم الآن أسمعكم، أهلا وسهلا بك. أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة سيد أحمد. شكرا جزيلا. هناك زيارة لوفد من أعضاء مجلس الأمن، هل تطلعنا على مزيد من التفاصيل؟ ما هو وراء هذه الزيارة؟ أهداف الزيارة؟ ما حدث؟ من قابلوا؟ وما هي أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها مع هذا الوفد من خلال القيادة السياسية العراقية؟ وصل إلى بغداد اليوم وفد من أعضاء مجلس الأمن، وفي هذه الأثناء إن جدول الأعمال كان حافلا باللقاء بشخصيات الدولة العراقية، في مقدمتهم اللقاء مع دولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، وكذلك فخامة رئيس الجمهورية، ومن بعدهما لقاء جرى بشكل مفصل ومباحثات مفصلة مع معالي وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم. وسيضم أيضا جدول الأعمال لقاء في مقر بعثة اليونامي لدعم ومساعدة العراق، وكذلك أيضا لقاء مع بعض منظمات المجتمع المدني. هذه الزيارة تأتي في إطار دعوة موجهة من الحكومة العراقية إلى أعضاء مجلس الأمن، كما أن هذه الزيارة تأتي في سياق العراق القوي المقتدر والمتوازن، حيث تنتهج الدبلوماسية العراقية عبر وزارة الخارجية تنتهج رؤية متوازنة وحكيمة في مرحلة ما بعد داعش، وهي مرحلة دبلوماسية التنمية والاستثمار وإعادة الإعمار والاستقرار، حيث ينفتح العراق على حوضه الإقليمي وعرضه الاستراتيجي العربي، ويعيد موضع دوله من جديد كفاعل دولي استراتيجي على مستوى المنطقة والعالم. أشاد أعضاء مجلس الأمن بالدور الكبير الذي يلعبه العراق في المرحلة الراهنة، وهو يتمتع بموارد حيوية واستراتيجية كبيرة للغاية تؤهل العراق في أن يأخذ دوره، وهو قد تجاوز محنته الاقتصادية واستعاد أمنه وسلمه الأهلي وحقق انتصارته على عصابات داعش الإرهابية، حيث ذكر دولة رئيس الوزراء الوفد الذي زار بغداد أن كل هذه المكتسبات ما كان لها أن تتحقق إلا بحجر أساس كانت قد وضعته المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف لثلاثة واحد الجهاد الكفائي الذي وحد موقف العراقيين ووحد جهودهم في استعادة أراضيهم المغتصبة من عصابات داعش التكفيرية. وقد أكد أعضاء الوفد أن هذه الزيارة إنما تتيح فرصة دعم العراق وتأييد مسارات التهدئة والاستقرار والتوازن الذي ينتهجه العراق في خطابه السياسي والدبلوماسي، فيما أكدوا أن هناك أدوارا كبيرة حيوية واستراتيجية تكون للعراق فرص مؤاتية تلعبها المنظمات الدولية داخل العراق بهدف دعم الحكومة العراقية ودعم مؤسسات الدولة وتمكين المجتمعات المحلية الأكثر تضرراً من داعش في العراق عبر مشاريع الاستثمار والإعمار والبناء. هذه الانطلاقة الجديدة للدبلوماسية العراقية تأتي في سياق جهود حثيثة متواصلة ومستمرة مع العمق الإقليمي والعمق العربي الاستراتيجي والعمق الدولي، حيث تشهد الدبلوماسية العراقية تقدما وانفتاحا على مستوى تفعيل البرامجيات التطبيقية على مستوى العلاقات الثنائية والمتعددة. هذه الزيارة ستنعكس على العراق أفقا رحبا، حيث يؤدي العراق دورا كبيرا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وقد تجاوز الكثير والكثير من القرارات التي كانت قد فرضت عليه جراء سياسات النظام البائد. أشاد أيضا الوفد بأن العراق قد تخطى الكثير من التزاماته الدولية في هذا الإطار،
وضعت اليوم يشكل نقطة انطلاق ونقطة التقاء لكل الفرقاء والقوى الدولية، وضعت تمثل منصة متقدمة للمصالح المشتركة على مستوى المنطقة وعلى مستوى المجموعة العربية وعلى مستوى العالم. الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من العاصمة بغداد.